مساءكم خير. على مدار الكام شهر اللي فاتوا واحنا بطبيعة الحال وده حال الدنيا، احنا بنودع قامات عظيمة وكبيرة كل يوم الحقيقة، لكن عند ناس بعينها، واحنا النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا لازم نقف قدام سيرة ومسيرة حياة الفنان الكبير سمير صبري. حقيقة أنه وفاة فنان أو رحيل فنان ممكن يبقى خبر يهم المجتمع الفني، الناس بتشتغل في الفن، وممكن يبقى يهم محبيهم، لكن لما الناس اللي بيكونوا رحلوا وتبقى سيرتهم أو خبر وفاتهم مش بس سبب للحزن على فقدهم، لكن سبب لمراجعة حاجات كتير قوي هم مثلوها أو كانوا جزء من أنهم يتركوها في الحياة. فالحقيقة أنه وفاة الفنان الكبير سمير صبري واحدة من الحاجات اللي تخلينا نتعلم من الفكرة دي، أنه رحيل الكبار واحدة من القيم الكبيرة جدا. الناس دي كانوا مختلفين قوي، عشان كده وفاتهم أثرت في المجتمع. النهاردة هتلاقي أنه معظم الناس، من تعامل مع سمير صبري ومن لم يتعامل مع سمير صبري، من عرفه من قريب أو من بعيد، النهاردة انت بتقرا وبتشوف وبتسمع شهادات حيه عن قصه ومسيره حياه كبيره ومهمه. من الحاجات اللي بتميز الناس الكبيره دي انهم كانوا او جيل العظماء دول اللي بيقفوا يهزوا الدنيا كده بوفاتهم، انهم كانوا قامات حقيقيه، يعني كان الثقافه مكون اساسي في شخصيه النجم الحقيقي، واحنا النهارده بنرثي نجم حقيقي. حتى لو هذا النجم ما يستخدمش طول الوقت إمكاناته الكبيرة، واحد زي الفنان الكبير سمير صبري كان فنان مثقف بدرجة امتياز. الكبار كمان كان عندهم ميزة، أو جيل الكبار دول كان عندهم ميزة عظيمة جدا. هذا الجيل، وهقول لكم على حاجة كده مش سر، أعتقد أنا وغيري كتير من الزملاء، في جيل من الكبار دايما بيرعى الجيل الأصغر منه كده، فتلاقي أنه الكبار يفهموا قوي في الأصول، يفهموا قوي في الاتيكيت بمعناه الحقيقي، الأصول والآداب اللي تخص المهنة أو غيرها. إحنا لسه بنتعلم من الناس دي، وتلاقي نفسك كده وإنت يعني شايف نفسك حاجة صغيرة قوي قصاد الناس الكبار، ويجيلك رسالة من حد كبير جدا يقول لك برافو، النهاردة كنت شاطر، النهاردة كنت حلو. الفنان الكبير سمير صبري كان بيعمل كده مع كتير من الفنانين ومع كتير من الناس. واحدة من الحاجات اللي تخلينا نحتفي بحياتهم مش بس نرثيهم، إنه زمانهم كان زمان حقيقي لطيف، وكان زمان محترم، نتمنى ولو نعرف نقلدهم، لأنه كان زمان بيكتسب فيه الإنسان قيمته من شخصه مش من أي حاجة تانية، فكانوا أشخاص على المستوى الإنساني مميزين. ورجعوا الحوارات الشخصية في أنواع كده من الحوارات في الإعلام، يعني عموما فحوار الموضوع وفي حوار الشخصية. حوار الشخصية دايما كنت تلاقيه ثري جدا وغني جدا. كان بيميز هذا الزمان اللي بنفقد فيه عمالقة أنه العلاقات كانت كنز حقيقي. فنان سمير صبري كان واحد من الناس اللي عنده كنز من العلاقات، بس هو برضو كان بيميز هذا الزمان وهذا الرجل أن العلاقات كانت كنز معنوي ولم تكن أبدا كنز مادي. كان مفيش مصالح وراء العلاقات، لكنها كانت علاقات قوية ومتينة ومستمرة لفترات طويلة من الزمن. في حاجة جميلة جدا برضو وإحنا بنرثي وبنحزن على رحيل شخص كبير بقامة الفنان سمير صبري، نقول إنه هو رحل لكنه على الأقل، ودي حاجة تعزينا جدا، إنه عاش عمر مليان بالحياة، مشي وبمصطلح الناس البسيطة كده شبعان من الدنيا. عشان كده النهارده واحده من زملاء الصحفيات المتميزات كتبت النهارده وقالت ما تقولوش بعد صراع مع المرض، قولوا انه انتصر، لانه هذا الرجل مش المرض هو اللي انتصر، الرجل توفي بعمر مديد مليان بالعمل. والنهارده هنكون كمان بنقول مع حضراتكم قد ايه حجم هذه يعني العطيه الكبيره اللي كانت في حياته، انه من عمر 23 سنه لحد عمر 86 سنه لحد عام رحيله، وهو بيعمل الحاجه اللي بيحبها واللي هو موهوب فيها. الارث الفني الكبير 140 فيلم و40 مسلسل، اعمال فنيه متعدده الاشكال والالوان، تلفزيون واذاعه وبرامج ومسرحيات، فوازير كل حاجه. فلما تقول حد
شامل في الموهبة تبقى بتقولها بيقين حقيقي عن قيمة كبيرة احنا فقدناها. فنان سمير صبري قبل وفاته كان خرج من المستشفى بعد فترة علاج وقضى فترة نقاهة في أحد الفنادق في وسط القاهرة، اللي النهاردة يعني وافته المالية في أثناء هذه الفترة وأثناء وجوده في أحد الفنادق. النهاردة طبعا تلاقوا ناس كتير قوي من محبيه حواليه وبينعوه. كمان دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نعت الفنان الكبير سمير صبري وقالت أنه أحد عظماء الإبداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة. آخر ما قدم الفنان سمير صبري مؤخرا كان كتاب بعتقد أنه كتب السيرة الذاتية بتقرأ أكتر بعد رحيل أصحابها للأسف يعني، لكنه خلونا المهتم يعني أنه يقرأ حكايات العمر كله، كان بيحكي فيه مذكراته الفنية ومشواره في عالم الفن وتقديم البرامج والفوازير. والأجمل من ده كمان أنه لحد السنة دي زي ما بقول لحضراتكم كده كان بيعمل الحاجة اللي بيحبها، وكان بيعمل البرنامج الإذاعي الأخير أو الفوازير اللي كان اسمها سمير بيكلم مين لحد شهرين فاتوا. فإن كنا بنحزن لرحيله لكننا ممتنين لحياة مليانة بالإبداع والفن والعطاء الكبير. المشهد اللي شايفينه ده على الشاشة فكرني كمان بتقديمه للفنانة نيلي في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، والشياكة والجمال والرقي اللي كانت بيتميز بها هذا الجيل. هنروح لفاصل بسرعة وهنرجع ناخد تفاصيل أكتر. جنازة الفنان الكبير ستشاع غدا من مسجد الشرطة، ويتم وداعه في بعدها مساء ويتم وداعه في مقابر العائلة في اسكندرية. قبل بقى ما أسيبكم للفاصل، برنامج التاسعة وطبعا بقيادة الراحل الكبير الأستاذ وائل الإبراشي كان ليه شرف استضافة الأستاذ سمير صبري واللي كان ضيف في برنامج التاسعة. أسيبكم مع جزء من هذه الحلقة ونرجع نكمل كلامنا. دخلت الإعلام من بوابة الفن ولا الفن من بوابة الإعلام ولا أنا دخلت فتحت الاثنين على بعض أوضتين وصالة؟ ركن الطفل في البرنامج الأوروبي في الإذاعة. ركن الطفل مع لبنى عبد العزيز أنتي لولو، ده البداية. واستمرت كل الفترة ده هي أنا في ركن الطفل في المدرسة، كنت في فيكتوريا كوليدج وقتيها يعني. في البرنامج الأوروبي. في البرنامج الأوروبي يعني مش البرنامج العام لا ولا لا لا. ومن الركن الطفل ابتدى في البرنامج الأوروبي يدوني برنامج سهرة، وبعدين أمال فهمي خدتني وقالت لي، لأن هي في الأول خالص هي الأول ما جيت الإذاعة مع عبد الحليم حافظ كانت هي موجودة معانا. وهما الاثنين اللي دخلوني لبنى عبد العزيز أشتغل معها في ركن الطفل. كويس. فأمال فهمي دي كانت ست كنت بقعد أتعلم منها الحوار إيه وإزاي تاخد السؤال الجاي من إجابة ضيفها. ما تسرحش، لان لو سرحت يبقى no way. او ما تبقاش بتفكر في السؤال اللي جاي القادم، لا هاخده من اجابته. جت هي قالت لي انا عايزاك تعمل لي برنامج تتكلمني على ما يدور في اوروبا ونسميه النادي الدولي لإذاعة الشرق الاوسط. ده عشان عندك لغات كويسه الحمد لله. عشان ما يدور في اوروبا ده عايزه لا هي عايزاني اقدم برنامج باللغه العربيه بالعاميه بس هتتابع ما يدور في اوروبا. وهي اللي قالت لي باسمه النادي الدولي، وتقول لي في مسرحيه ايه في لندن، في ايه في باريس، في ايه في مش عارف ايه. فابتديت اعمل النادي الدولي في الاذاعه لمده 4-5 سنين. حوار بس هو ده السؤال بقى، يعني حتى مع الجاسوسة انشراح وانت بتتعامل معاها طب هاتوا لها منديل يا جماعة امسحوا دموعها، بتتعامل معاها بهدوء شديد جدا. يعني لازم تاخده على حجرك في الأول وتخليه يطمن لك وانك مش انا مش جايبه هزقه ولا استعرض معلوماتي ان انا معلوماتي احسن من معلوماتي ولا انتصر عليه بالقضيه. لا يعني ايه احنا اتعلمنا من الاساتذه اللي علمونا يا استاذ وائل ان الضيف اهم منك. ضيفك غفير
شاويش وزير هو المهم، هو البطل مش انت، هو البطل. وده من الاذاعه، من الاذاعيين اللي علموني في بدايتي، سيد طاهر ابو زيد. استاذ طاهر ابو زيد كان ممكن ياخد اي رجل في الشارع عادي جدا ويخلق منه بطل الحدوته او بطل الحلقه كلها. يعني دي موهبه. امال فهمي استاذتي في الحوار كانت برضو تستطيع انها تنزل الشارع وتقابل حد وتخلق من الحد ده حدوته. مش مجهزاها ولا موضباها يعني. انما تصنع القصه في اي لحظه. بالظبط كده. فضيفك لو انت حسيت دائما ان ضيفك ده اهم منك، وان المتفرج اللي قاعد قدام الكاميرا ده عايز يعرف حاجات عنه مش عني، عايز يعرف اكتر معلومات عنه هو. وبعدين كانت الاستاذه العظيمه تمادر توفيق، اكيد انت عصرتيها. طبعا كانت دايما تقول لي حط نفسك مكان المتفرج اللي قاعد في البيت. عايز يسأل صباح ايه؟ الست عايزه تسأل صباح ايه؟ عامله ايه في وشها؟ البنت عايزه تعرف فساتين صباح بتوديها فين؟ الشغاله عايزه تعرف مش عارف ايه؟ الست دي اللي اتجوزت 14 مره ولا بتاع ده بتلاقي العرسان في كده يعني. فانت تسال اللي في البيت دول عايزين يسالوا صباح ايه؟ اساله. يبقى هنا المذيع ينوب عن كل المشاهدين. بالظبط. وكل الاسئله التي تدور في اذهانهم. ايوه صح. فاحنا كان حظنا حلو، بقول احنا برضو، لان الاساتذه اللي علمونا كانوا عظماء جدا جدا جدا، عمالقه. قامات، يعني قامات بتتكلم وبتتكلم عن قيم. الفنان او الاستاذ الكبير سمير صبري هو بيتكلم عن ما تعلمه في الاعلام وكيف مارس الاعلام واهميه الضيف والحاجات، المفاهيم اللي ما كناش بنسمعها منهم كتير كمفاهيم، لكن كنا بنشوفها. وأجيال كتيرة اتولدت وتربت على هذا الأسلوب في الحوار. عشان كده لما في سنوات ما ترد الحوار، تردت طريقة الحوار، فضلنا نترحم على أجيال سبقتنا، أو نقول فين زمن الأساتذة الكبار دول حتى وهم موجودين معنا، كنا بنفتقد وجودهم الدائم على الشاشة. زي ما كنت بقول في المقدمة، الفنان الكبير سمير صبري واحد من الناس اللي عاش عمر مليء بالتحقق والإنجاز، لكن كمان المشوار كان متنوع. فبدءا من المشوار التلفزيوني والإذاعي، واللي احنا يعني طبعا أعتقد أنه كان الأكثر استدامة والأكثر تأثيرا والأكثر حتى يعني زاخر جدا بالأعمال، احنا يعني متشرفين أنه يكون معنا الأستاذة والإعلامية الكبيرة الأستاذة سلمى الشماع. كلمنا عن هذا الكبير وهذا الفنان وعن قرب تفاصيل اعتقد ان كلنا يهمنا نسمعها عن حياه الفنان الراحل سمير صبري. مساء الخير، اولا بعزي حضرتك وبرحب بحضرتك في التاسعه. مساء الخير استاذ سلمى. مساء النور. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، بس طبعا المقدمه اللي قدمتيها يعني جديره بيها. كل النقط اللي اتكلمتي فيها كانت ترجمه لافكاري، لأنه تقريبا نفس اللي بتقوليه أنا يعني كنت حابة أني أتكلم فيه، لأنه يعني أنا مش بتكلم في سمير صبري اللي الناس كلها بتحبه، لأنه هو له أيادي بيضاء مع كل اللي حواليه، وكمان يعني له يعني حاجات إنسانية كتير عملها في حياته، وكل الناس اتكلمت فيها. لكن أنا عاوزة النهاردة أكد على حاجات قلتيها، أنه سمير صبري إذا كان رحل، سمير صبري اللي سابهولنا عمره ما هيرحل، لأنه هو بيعلمنا، لأنه هو
بيكتب لنا جايد يعني منهج لو مشينا عليه الحياة ممكن في الإعلام تتغير. طب ما احنا يعني احنا فرصة كبيرة ومهمة وقيمة وجود حضرتك معانا وألف سلامة عليكي. لا لا أنا شرقت. شرقتي؟ طب أنا آسفة. فرصة كبيرة إنه حضرتك معانا بتكلمي عن شخص أنا متأكدة إنه حضرتك بتحبيه وليه معزة وتاريخ طويل. عايزة أسأل حضرتك أولاً تاريخ العلاقة الممتدة مع الفنان الكبير سمير صبري، وثانيا تقييمك لهذا الفنان العظيم من الزاوية الإعلامية، لأنه في مشواركم تقاطعتم كثيرا على المستوى الإعلامي وتقديم البرامج. هو طبعا أنا أول ما اشتغلت في التلفزيون في السبعينات اشتغلت في برنامج الكاميرا هناك، وبعدين على طول بعدها بشهرين اختاروني عشان اكون في النادي الدولي معاه، ودي ده مشوار طويل انا اتعلمت منه حقيقه. انا تقريبا يعني كنت مش عارفه حاجه خالص لسه، انا صحفيه لسه متفرجه ويعني ما عنديش خبره خالص، فرماني في البحر واضطريت اعوم واضطريت اتعلم منه حاجات كتير جدا. بس لو بنتكلم عن التقييم انا يعني ممكن اقيم اللي سابهولنا، لكن هو اكبر من ان انا اقيمه يعني. طبعا لا لا طبعا انا بقصد تحديدا الكلام اللي هو كان بيقوله، يعني احنا كنا جايبين مقطع من تقييمه للمذيع، يعني ايه مهارات او تقييم المذيع او الاعلامي، دور الاعلامي مهم قوي من خلال مسيره حضرتك الطويله في العمل مع الفنان سمير صبري. ايه الحاجات اللي لا تنسى بحسب كلام حضرتك اتعلمتيها وشفتيها من مهارات المذيع سمير صبري؟ يعني هو يعني لو احنا بنتكلم عن ان سمير ايه النموذج العالمي اللي لو احنا النهارده عاوزين نطلع تيار جديد بشكل جديد ثقافه جديده بفكر جديد، احنا نرجع لنموذج سمير صبري، لانه هو يمتلك كل المهنيه والاحترافيه الموجودة عند أي حد بتشوفيه دلوقتي من نجوم العالم التلفزيوني أو الإذاعي على مستوى العالم. يعني احنا بنتكلم عن سمير صبري النهاردة في الثمانينات، عمر طويل هو يعني ابتدى ويعني لغاية آخر مشواره هو متفرد ومتميز في مهنيته وفي احترافه. وسمير صبري لو قلنا المقاييس العالمية اللي بيمتلكها من ثقافة واسعة، من حوار، من معلومات متنوعة في كل الاتجاهات، من انه هو عنده مواهب فنية، بيرقص بيغني بيمثل، قادر على انه يعمل حوارات مع مجموعات مجاميع من الناس من غير ما يعني تقع منه يقع منه حرف، بيخلق البهجة، بيدي معلومة بشكل جميل ويعني عصري جدا. لا يعوض، ده حقيقي، ده حقيقي. يعني اللي حضرتك بتقوليه الثقافة والحضور واللياقة حتى الاجتماعية في التعامل مع الناس، أنا بشوف رقي رقي. يعني بنتكلم عن أنا النهارده لما بتفرج على الله يرحمه وائل الإبراشي هو بيقول له إنه الراحلة القديرة أمال فهمي طلبت منه إنه يعمل برنامج النادي الدولي في الشرق الأوسط ويقول يغطي كل الأحداث اللي موجودة في العالم، فالمرحوم وائل قال له ده عشان أنت عندك لغات، فسمير بص له وضحك يعني انه ده طبيعي جدا انه اي حد عاوز يعني يشتغل في الاعلام لازم يكون عنده لغات، لانه ده الاساس بتاعه انه يعرف كل اللي بيحصل حواليه في العالم من مقومات الثقافه. يعني دي حقيقي طبعا، يعني هو ما هياش موضوع ان انا بعرف كلمتين
انجليزي او فرنساوي. هي مساله ان انا متمكن من اللغات بحيث ان انا اقدر انقل كل الثقافات وكل الاحداث بشكل امين واقدم الحقيقه والمعلومه للمشاهد، وده دوري، ده دور سمير صبري اللي علمه لنا. انا بشكر حضرتك، انا بشكرك، يعني انا عارفه ان النهارده يوم صعب على كل محبيه. بشكر حضرتك على هذه المداخله الغاليه. الكلام اللي بتقوله استاذه سلمى مهم جدا فيما يخص مقومات المذيع اللي هو عملها بقى من غير فزلكه ومن غير فلسفه ومن غير ما ينظر على حد. فكره فعلا هي لفتت نظرنا لحاجه استاذه سلمى بشكل تلقائي جدا، فكره انه بديهيه ان يكون المذيع مثقف، بديهيه ان المذيع يكون عنده ادوات، ومن ضمن هذه الادوات اللغات. كان مشهور عنه جدا فكره اتقانه للغات في وقت يمكن كان عدد اقل بكثير من الناس بيتقن لغه او اثنين. احنا معانا كمان على التليفون الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين. مساء الخير عليك استاذ احمد. و بالتأكيد الفنان سمير صبري هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن حياة هذا الرجل. أنا عارفة أنه رحيله صعب، لكن كمان في حياته كثير من الدروس اللي بعتقد أنه حضرتك ممكن يكون عندك رؤية مختلفة لهذا الفنان. احنا لسه بنقول متعدد المواهب، إذا سألنا عن كل نوع من الفن هو اشتغل به هناخد فعلا وقت كتير وهو يستحقه، لكن من الناحية السينمائية الإرث السينمائي اللي تركه الفنان سمير صبري 140 فيلم. أنا النهاردة يعني اتفاجئت بالرقم وضخامة الرقم. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أولا، وطبعا بنعزي كل الوطن العربي على وفاة الفنان سمير صبري. سمير صبري لم يكن ممثل فقط ولا مذيع فقط، ده هو موسوعة فنية تمشي على الأرض. ليه بنقول كده؟ لأن لو شفنا مشواره من سنة 58 وهو بيظهر في لقطة واحدة جنب عبد الحليم حافظ في فيلم حكاية حب، نشوف بعدها بعشر سنين كان دور رئيسي في أبي فوق الشجرة مع عبد الحليم حافظ. نشوف طبعا في النص كان في أعمال كتير. بداية النجومية أعتقد إن هو والفنان أو النجم الكبير عادل إمام ربنا يديله الصحة كانوا البحث عن الفضيحة، ولسه الإفيه بتاعه اللي هو ده واحد صاحبي ما تعرفوش بتاع ماشي زي فلان. حتى إن سمير صبري في عالم السينما أول واحد صور أو أصر إن هو يعمل فيلم 70% منه تصوير تحت الماء اللي هو جحيم تحت الماء. لو نفتكر، ودي كانت نقلة في السينما المصرية سنة تقريبا 88-89. عمل أفلام كتيرة جدا، ومع ذلك أقدر أقول إن سمير صبري لم يكن ممثل فقط، ده هو من جوه ال 140 فيلم أنتج 20 فيلم. يعني إنتاج أعتقد إن في شركات إنتاج ما وصلتش لهذا الرقم، وده يعتبر رقم كبير. لكن لما كنت تقعدي مع سمير صبري كنت تلاقي ان هو بيتكلم في كل مجال تتكلمي معاه فيه تلاقي عنده معلومات. لو في الرياضه اوكي، لو في الغنى اوكي، لو في الثقافه ماشي، لو في السينما ماشي، لو في الالحان في المزيكا، هو كان متعدد المواهب. ومع كده هضيف انا حاجه بسيطه، كان عندنا يمكن انا اول لقاء ليا معاه كان سنة 2001 تقريبا او 2000 كان في الاهرام العربي عندنا، كنا بنعمل سباق وهو استضافنا في هذا المساء. اول جمله قالها قبل ما يبتدي التسجيل قال اي حد يطلع هنا سواء من الوزير الى الغفير له احترام، محدش يشوف او محدش يسخر منه. وبالفعل اتكلم مع كل الموجودين بما فيهم احد سياس الحصنة والكلام من ده وكأنه بيتكلم فعلا مع حد مهم جدا، وهو ده الشخص اللي ايه؟ وده الشخص السوي هو مش بس الفنان يعني. هو توفيق الحكيم وحاول فرانك سيناترا وعمل واول واحد اشتغل او عمل ايه؟ يعني محمد علي كلاي لما جه مصر ما كانش كان رافض تماما ان هو يقابل حد من الصحافه في الوقت ده، سمير صبري عمل مغامره هو اللي قال لنا عليها، قال انا لبست سفرجي ودخلت دخلت له الترابيزه بتاعت الاكل لحد الاوضه، وبعد كده قلت له ده انا عايز انا اعمل معاك حوار، فقال له انت عارف لو كنت اعرف ان انت صاحبي كنت هعمل فيك ايه؟ هنا هو بيعمل كل حاجه في سبيل ايه؟ الاعلام بتاعه او بيخدم الاعلام بتاعه. سمير صبري اساليه في اي حاجه هيجاوبك وهيتعامل معاكي باحترام، هذا هو النموذج
للفنان المثقف. هو اللغات لأنه خريج فيكتوريان كوليدج فهو بيجيد أكثر من لغة، ودي ساعدته بشكل كبير جدا. لكنه ما استناش بس اللغات، هو كان متطور، كان بيقرأ في كل حاجة، بيسمع في كل حاجة، كل حاجة هتلاقيه عنده. فدي من الحاجات الجميلة بالتأكيد. أنا يعني أنا ملاحظة جدا أنه حضرتك حتى في كلامك كونك بتتكلم عن شخصية كبيرة زي الفنان الراحل سمير صبري، مش بتتكلم بس عن موهبته الفنية، لكن الموهبة الإنسانية واضح أنها بتطغى جدا في تقييم هذا الرجل العظيم. وبالمناسبة هو ده الإرث الحقيقي اللي الناس بتسيبه. طبعا سايب لنا إرث فني كبير جدا، لكن الإرث الحقيقي الناس بتسيب سيرة، والفنانين الكبار اللي زي الفنان الكبير سمير صبري سايبين سيرة حقيقية عظيمة وملهمة. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين. خلونا يعني نذكر بعضنا انه واحده من الطرق يعني اذا كنت يعني الجميله والهادئه في وداع الحياه، مش اننا فعلا نفتكر ونقول انه المرض غلبه، لكن الحقيقه انه نقول انه هذا الرجل عاش ملأ الدنيا حياه. الفنان سمير صبري ما نقدرش ننسى غير اننا نربط اسمه بسكر، حلوة الدنيا سكر، هو كان شايفها جميلة واحنا ربطناه بهذه الصورة الذهنية. فرب اللي عايز يستلهم ويتعلم يتعلم انه الحياة جميلة قدر ما استطعنا ان نجعلها جميلة. بعد الفاصل نكمل كلام. مساءكم خير. بسرعة كده لازم نتابع قصة كده جميلة اتكلمنا عنها الجمعة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن افتتاح ممشى أهل مصر وعن المشروعات الكتير اللي على هامش ممشى أهل مصر في حاجات تخص الكافيتريات والأسعار، واتكلمنا عن نايل تاكسي، ومن ضمن الحاجات المهمة اللي اتكلمنا فيها كان عندنا تساؤل كده عن السعر اللي عرفناه من وزارة الإسكان أو اللي قاله أحد مسؤولي وزارة الإسكان، وأنه اتقال في التاسعة قلنا كده أنه أو بحسب كلام أحد المسؤولين قال أنا استطعت سعر التذكرة 150 جنيه. أنا لن أخفي، أنا شخصيا قلت الرقم ده كتير جداً، وقلنا انه مش طبيعي ولا مفهوم ان يكون سعر النايل تاكسي 150 جنيه، خصوصا انه مشروع طال انتظاره، فاكيد محتاجين عدد اكبر من الناس تستفيد بيه وتستخدم هذا المشروع اللي هو بالمناسبه جميل قوي قوي ومعمول على اعلى مستوى. في توضيح بقى مهم، لانه الاستاذ مجدي غالي رئيس مجلس اداره شركه نايل تاكسي مشكورا قال لا يا جماعه السعر ده مش هو السعر الرسمي، فاحنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر، نعرف تسعير نايل تاكسي وامتى هيبقى عندنا اعداد كتيره كافيه انه يكون وسيله انتقال حقيقيه جوه نهر النيل. مساء الخير عليك استاذ مجدي. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ انا يعني سعيده جدا ان حضرتك هتقول لنا انها مش 150 جنيه، لانه بصراحه يعني انا اتخضيت، كنت ناوي ياخد اصحابي والعيله والشله وكده، بس يعني قول لنا بقى الاسعار الرسميه لنايل تاكسي، وقول لنا كمان المسارات اللي موجوده حاليا والمستقبليه. بصي، هو عشان اقول لك الاسعار لازم اقول لك الخدمات اللي احنا بنقدمها. طيب. هم مينلي ثلاث خدمات. اول حاجه الرحلات اللي هي بمواعيد محدده. فدي احنا بنتكلم بنطلع من المعادي نوصل للنايل تاورز والزمالك وممشى اهل مصر. السعر بيتراوح بين 40 جنيه لغايه 75 جنيه. بيتراوح ليه بقى؟ يعني على اختلاف المسافه؟ على حسب البعد. اوكي. احنا مقسمين النيل لستة زونز. اوكي. كل زون بتبقى بسعر معين يعني. تمام. هي اقصى دلوقتي اقصى تذكره ب 75 جنيه واقل تذكره ب 40 جنيه. حلو قوي. ده اول حاجه. تاني حاجه احنا بنتكلم على خدمه خاصه او تاكسي يعني. تمام بالظبط. فده بيبقى بيطلع في اي وقت مش مواعيد معينه. وبيبقى على الاقل لازم من ثلاثه لخمسه يركبوا المركب. حلو قوي. المركب بتشيل كام واحد؟ احنا عندنا عده مراكب، عندنا مركب بتاخد ثلاثه. وعندنا مراكب بتاخد 7 و8 و10 و15. حلو قوي. هل في زي ما سمعنا برضو عفوا
هل في رحلات نيليه بقى و هو ده الثالث بقى، هو ده النوع الثالث. احنا بوجودنا في ممشى اهل مصر، فاحنا قدام جزيره الزمالك، فقررنا ان احنا نعمل رحلات ثقافيه. يعني بنعمل رحله من ممشى اهل مصر بيعدي على جزيره الزمالك، يستعرض كل المعالم اللي موجوده في جزيره الزمالك ويتكلم عليها امتى اتعملت ومين ساكن في الحته دي ومين ساكن في المكان ده وده والبرج كل معلومات عنه والكوبري الفلاني اتعمل مش امتى. حلو قوي. يعني انا لو مش قادر اخد، يعني سامحني يا استاذ مجدي بس عايزه افهم من حضرتك، يعني لو مش هاخد لانش كبير وغالي عليا عشان افسح شويه مجموعه من الاجانب جايين يزورونا في مصر، ولا حاجه سريعه جدا عايزاهم يشوفوا النيل بتفصيله حلوه بحاجه شكلها شيك، الفسحه دي كلها على بعضها ممكن تكلفني كده 150 جنيه انا وثلاثه تانيين. 160 جنيه. بحاول احسب بس اقل رقم لمجموعه اشخاص. هو مثلا رحله الزمالك الواحد بيكلف 100 جنيه. حلو قوي. اللي هي التور ليدر بالناس اللي موجوده بكل تكلفتها. حلو جدا. النفر وبنطلع في مواعيد معينه بحيث انه ممكن ناس كتير تركب من غير ما يبقوا يعرفوا بعض مثلا. زي فاكر احمد رمزي في احمد مظهر في الفيلم بتاع الايدي الناعمه لما كان بيلف بالاتوبيس النهري، او أيوة. نفس الكونسبت ونفس ده اللي احنا قعدنا نترحم عليه ونقول عايزين نشوف الحاجات دي تاني في مصر. انا يعني انا بشكرك. ده هو ده اللي احنا كنا عايزين نعمله بالتطور بقى بتاع الموضوع. تبقي قاعده جوه اللانش بتسمعي مزيكا عندك. حلو. حاجه اخيرا الموبايل. اخيرا بقى يا استاذ مجد، العدد اللانشات ان شاء الله الموجوده حاليا قد ايه، وايه المقرر عدده انه يبقى عشان تبقى وسيله انتقال نهريه تحديدا في العاصمه وفي الزحمه بتاعه الطرق احيانا؟ احنا دلوقتي عندنا 13 مركب بيتراوح ساعتها من 3 لغايه 15. البلانز بتاعتنا الجديده ان احنا نعمل مراكب صديقه للبيئه تشتغل بالكهرباء، ده اول خطوه. ثاني خطوه عايزين نعمل مراكب اكبر بتاخد اعداد اكبر فيبقى سعر التذكره ارخص. بالظبط. وعايزين نتنقل لنقل المواطنين بين المحافظات. حلو جدا. او مثلا دلوقتي عندنا المفروض على رخصتنا بتشتغل من حلوان للقناطر. حلو جدا. بقى اروح الحلوان واروح القناطر. اعتقد ان ده هيكون فارق جدا. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مجدي على التوضيح وعلى التسعير المنطقي جدا حاليا، يعني قريب جدا لسعر تاكسي بركبه بره النيل، فقريب جدا لتسعيره تشبه كده. بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق، وان شاء الله نشوف امتداد لنايل تاكسي مع امتداد ممشى اهل مصر. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم التسعة. الدعم الكبير جدا اللي احنا بناخده في مجال الرياضي والاستضافات الكتيره جدا اللي موجوده، وعلاقه مصر كقوه ناعمه في الرياضه مع يعني المجتمع الدولي الخارجي، ويعني وما يحدث من يعني دفع قوي من القياده السياسيه واهتمامه بالرياضه والمنشات، في الحقيقه ليه اثره كبير جدا. اختيار مصر ان احنا ننظم الاجتماع الدولي او الاجتماع للوادة المنظمه الدوليه للنشاطات، وايضا الرادو المنظمه الافريقيه، واجتماعات المكتب التنفيذي واللجان التاسيسيه، ده شيء يعني مهم جدا. كمان بنك كرئيس للوادة مش كتير بيخرجوا بره. شرف كبير لمصر طبعا استضافه اجتماعات المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات، اللي بنسبة للعالم كله ان مصر بتسعى لرياضه نظيفه خاليه من المنشطات، وهي دي اللي احنا الاساس اللي احنا بنربي عليه اولادنا وعلى الجيل اللي طالع والناشئ. النهارده كل دول العالم بتتابع هذا الحدث الكبير، وان شاء الله باذن الله هيبقى ليه مردود يعني مهم جدا على الرياضه المصريه وعلى مشاركه الرياضيين المصريين في كل المحافل الدوليه، سواء بطولات دوليه او بطولات عالميه او دوره اولمبيه. الحمد لله النهارده كلنا كمصريين فخورين بالتنظيم الممتاز للحدث الكبير ده،
أول مرة الوادة بتعمل اجتماعها في مصر، وده يعني للرياضيين فعارفين إن ده شرف كبير جدا إن هي بتخرج وبتيجي مصر كدولة من المتفوقين رياضيا دلوقتي وبتعمل اجتماعاتها عندنا. طبعا حدث زي ده حدث جميل، بيعمل رد فعل كويس قوي كمان عند كل الرياضيين، بيفهموا يعني ايه النشاطات، ايه الممنوع وايه اللي ممكن ياخدوه، لان يمكن النشاطات سببت ان احنا خسرنا ميداليات عالميه واولمبيه من خلال مثلا لعبه زي رفع الاثقال، بس كذا ميداليه كنا مرشحين ليها خسرناها في الاولمبيات الاخيره، فطبعا دي بالنسبه لنا كانت حاجه محزنه جدا. بالنسبه للباسكت برضه نفس الوضع، يمكن كان عندي لعيب منتخب ومن خلال الدوري المحلي اتاخد منه عينه طلعت ايجابيه وتم ايقافه سنتين، ودي حاجه برضه خسرتنا كتير، فدي حاجه مهمه جدا للوقت للرياضه واهتمام عالمي جدا ما يبقى في ارض مصر، دي حاجه مشرفه جدا لينا. حدث زي مهم جدا لكل الرياضيين في مصر والاتحادات بالكامل عشان نحافظ على سلامه الاتحادات، وممنوع الاتحادات ما توقفش من الاتحادات الدوليه او من اللجنه الاولمبيه الدوليه بسبب عدم معلومه اللاعب او المدرب او الجهاز الفني او الاتحاد كرؤيه للمنشطات وكيفيه ايه علاجها وازاي ان احنا نتفاداها عشان خاطر ما نوقعش نفسنا في مشكله، لان اي لاعب عندنا النهارده بيبقى مصنف وبيحصل على اي مركز من الاربعه الاوائل بعد ما بياخد المركز مباشره بيتم يروح يتكشف عليه في المنشطات. المنظمات العالميه والدوليه تثق في مصر وتثق قد ايه مصر ملتزمه بالمعايير وبالمواثيق الدوليه بتاعتها، ودي حاجه كويسه جدا جدا لانها بتخلي مصر لها تواجد في كل المجالات طبقا لكل المواثيق الدوليه اللي موجوده فيها كانت رياضيه او كانت غير رياضيه، ودي حاجه طبعا تدي قد ايه انعكاس قد ايه من مصر بلد الامن وبلد الامان ان الناس دي تقدر تيجي هنا. مفيش أجمل ولا أحلى من أننا نبقى بنتكلم عن فعاليات حقيقية، وحقيقية بمعنى أنه حاجة حصلت بجد وحاجة ليها تأثير بجد وحاجة لو استمرت يبقى ده تأثير ممتد ومهم جدا. العمل المجتمعي صوره كتير جدا، لكن أنا شخصيا كده أفرح جدا بأخبار زي ماراثون، زي مسابقات رياضة للشباب، زي أي مشاركات جماعية للناس ناهيك عن أنها جميلة وعظيمة وراقية وبتشجع الحفاظ على الصحة، لكنها في الأساس جزء من الانتماء للبلد أنك تكون جزء من فعاليات حقيقية بتحصل فيه كده بعفوية وبدور مجتمعي حقيقي بيحصل. النهاردة انطلق ماراثون القاهرة اللي انطلق من منطقة مصر الجديدة ونظمته مصر الجديدة ومؤسسة مصر الجديدة للتراث بعد أن أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة اللي هو خالد عبد العال إشارة البدء. الماراثون شهد مشاركة حوالي 5000 شاب وفتاة من مختلف الفئات العمرية. تضمن كمان الماراثون مسافات زي ما حضراتكم عارفين أو اللي مش بيتابع ماراثونز كتير، هي بتبقى مسافات على حسب كل واحد بيقدر يجري قد إيه. ماراثون لمسافة 21 كيلو و10 كيلو 5 كيلو 2 كيلو، وكان في سباق 2 كيلو لذوي الهمم. حاجة حلوة وجميلة ومبهجة تستحق إن احنا نشوفها ونفرح إنها بتحصل في بلد. بدأنا من فترة طويلة جداً إن الرياضة والجري أسلوب حياة، لكن وصلنا لمرحلة خلاص إحنا الشباب والفئات كلها مجرد ما بنعمل المؤتمر الصحفي أو بنعمل المشروع أونلاين كله بيشترك كله بيجي، لكن إحنا المرة دي بنثبت ماراثون اسمه ماراثون القاهرة كايرو ماراثون، خلاص بيكون براند، بيكون علامة إن هو ماراثون القاهرة. الحمد لله النهاردة في 21 كيلو، في 10 كيلو، في 5 كيلو، في العائلي، واحنا موجودين في حي مصر الجديدة يعني في قلب القاهرة. كذا رسالة دايما بنحب نقولها، رسالة الصحة والجري وان الرياضة اسلوب حياة. احنا بننطلق من قلب القاهرة، والنهاردة احنا مشارك معانا اكتر من 5000 يعني مشارك في هذا الماراثون،
وده شيء ايجابي جدا. مجرد ان يعني وزاره الشباب والرياضه اعلنت الحقيقه في اقبال جدا من الشباب يعني على المشاركه في هذا الماراثون الكبير اللي هو يعني وصل فيه الى 21 كيلو. وطبعا يعني ده بيدل على مؤشر ايجابي جدا جدا على دعم الدوله للرياضه في مصر. بقالي بس سنة بجري، فده يعتبر تاني مرة أجري 21 أو ماراثون. جريتها مرة قبل كده بس مش في إيفنت، فده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. تنظيم حاجة زي كده وتجميع الناس دي حاجة حلوة قوي، يعني حتى لو حد ما بيحبش الجري بس فكرة ان انت تجمعه مع ناس بتحب الجري، وان هو ياخد فرصة ان هو يسمع نفسه، وان ياخد فرصة ان هو يجري ويطلع الطاقه اللي جواه، دي حاجه جميله جدا. يعني استعداد الماراثون طبعا بيبقى فتره من قبلها، بيبقى تدريب حسب المسافه اللي بنشارك فيها، من يعني من مثلا شهرين اب تو 6 شهور على حسب الديستنس. اول مره اشارك في كايرو ماراثون، جيت البيراميد هاف ماراثون قبل كده في ديسمبر اللي فات. المره دي اول مره كايرو ماراثون وجاي من امريكا. انا شاركت قبل كده الحمد لله، شاركت اسكندريه وكفر الشيخ بركة السبع اكتر من ماراثون. فرياضه جميله يعني مهمه جدا لكل انسان انه يحافظ على جسمه ويحافظ على نفسه يحافظ على صحته. هي الفكره طبعا بتبقى مناسبه جدا للواحد يشوف مستواه راح فين مع الناس الشديده في الجري عموما، فبيعرف هو مستواه وبيعرف ينافس وبيبقى فيه روح حلوه في السباق. النهارده في اعمار مختلفه، في ايديولوجيات مختلفه كتيره بتجري معانا. الحاجه الرساله الثانيه ان احنا بنحاول نوعي الناس على موضوع الصحه النفسيه، انك انت تقدر مع الجري ومع الرياضه. ناس كتيره بتشتكي موضوع الصحه النفسيه، واحنا بنحاول ان نبين لهم ان دي حاجه بتساعد جدا على انك انت تحسن صحتك سواء النفسيه او البدنيه. يعني حاجه جميله جدا، ويعني الشباب والاسر والناس كلها مع بعضها، دي احلى حاجه ان احنا كلنا مرتبطين، وفي كمان ناس من بره مشاركين معانا هنا هو في قلب الماراثون. مساءكم خير. بعد أخبار كتير عن مستريحين كتير، هم بقوا مستريحين وتركوا المواطنين في حالة من الهلع والرعب والذعر والإفلاس. أنا بس عايزة أستأذن حضراتكم أنه في 20 دقيقة كده نركز مع بعض، وأنه في 20 دقيقة هنتكلم في السؤال الأهم والمنطقي واللي لازم نسأله، هو أنا لو معايا شوية فلوس أيا كانت حجم شوية الفلوس دي، أستثمرها فين وإزاي؟ وأعرف منين الأماكن الآمنة؟ وفي وسط الأخبار الكتير المرعبة عن أن أنا لا أو محدش طلع فلوس دلوقتي، أستثمر ولا لا؟ دي كلها أسئلة عندنا. وفي نفس الوقت في وسط الأخبار الكارثية عن الناس بتستغل رؤوس أموال بسيطة أو كبيرة عند الناس، وبتعمل حالات متكررة من النصب اللي إحنا مش فاهمين ده لسه إزاي بيحصل. ده السؤال الكبير في فقرتنا النهاردة. متشرفين أنه معنا دكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور، ازي حضرتك؟ أهلا بك. والاستاذ مينا جمال، الباحث الاقتصادي والخبير الضريبي. اهلا بيك يا استاذ مينا. اهلا وسهلا بحضرتك. مهم قوي نسال في الضرايب دلوقتي. طبعا شايفين ناس هتقول لك بلاش ضرايب احط فلوسي في البنك. هبدا معاك يا دكتور على طول. انه اذا كان احنا بنسمع الاخبار الكتير عن المستريح في المحافظات، ومعرفش ليه المحافظات تحديدا، واضح ان شكل الاستثمارات او يمكن ثقافتنا في الاستثمار لسه محتاجه تنضج. يعني يبقى في ناس معاها رؤوس اموال نقدر نقول صغيره متوسطه، هل اللي احنا بنسمعه ده حقيقي عن انه خطر جدا الاستثمار دلوقتي، ولا في طرق مشروعه نقدر نستثمر فيها الاموال ايا كان حجمها؟ اوكي، لما نيجي نتكلم في البدايه عن موضوع الاستثمار والطرق المشروعه، اولا احنا دلوقتي في وضع مش هنقول صعب، احنا بنمر بظروف استثنائيه بيمر بها العالم بشكل كبير جدا بسبب الأزمة وما حدث وتبعياتها والأزمات المتكررة ورا بعضيها الفترة اللي فاتت. طيب إحنا دلوقتي أي حد معاه فلوس محتاج يستثمر ولا يدخر؟ ده سؤال. لو هو محتاج يستثمر، حضرتك ممكن تتعامل مع البنوك. لا هو محتاج يكسب.
هو حضرتك اللي هتنصح. تمام. هترد عليه يقول لي ما البنوك ادخارها، اقول له لا انت ممكن تستثمر برضو مع البنوك. طب تستثمر ازاي مع البنوك؟ حضرتك في حاجه اسمها صناديق الاستثمار، عندنا اكتر من 100 صندوق استثمار موجود جوه هنقول ايه السوق موجودين. طيب وليهم العديد من المواصفات، وعايز اقول كمان ان من ضمن المؤشرات عن صناديق الاستثمار كاستثمار هي حققت معدلات عائد تجاوزت معدلات العائد اللي موجوده في البنوك في 2021. حلو قوي. اما لما احنا دلوقتي جينا في الازمه الحاليه ومع ارتفاع معدلات التضخم ابتدت ناس كتير قوي تقلق، وظهرت زي ما حضرتك قلتي ظاهره المستريح. طيب هو تنتشر. بس اللي مستريح، كل الناس بعد كده بتتعب. طيب هو المستريح ليه؟ وحضرتك قلت في المحافظات مش في المدن. تمام. لان هناك احنا عندنا عايزين بس يبقى في حاله وعي اكتر في تثقيف مالي، ودي من ضمن الحاجات اللي بنجري او بنشتغل عليها في القطاع المصرفي. تثقيف مالي، عايزين الناس تبقى فاهمه يعني ايه بنكينج. ودايما بنقول ان اي استثمار بشكل عام في مخاطر، في ببساطه شديده مخاطر مدروسه مخاطر غير مدروسه. اللي بيحصل مع ظاهره نت مستريح دوت غير مدروسه خالص. بالمره. مفيش اي استثمار امن بشكل كبير ما عدا استثمار واحد بس، مش هيبقى استثمار، هيبقى ادخار مع البنوك بس. تمام. دلوقتي احنا عندنا في القطاع المصرفي 18%. 18% دي هي ببساطه شديده بتحقق لاي واحد حاليا في القطاع العائلي او اي حد معاه راس مال هنقول معدل عائد حقيقي. طب ايه الفرق بين معدل عائد حقيقي ومعدل عائد؟ يعني معدل عائد حقيقي ده 18% تشيل منها معدل التضخم اللي هو دلوقتي 13.1 وفقا للمعلن بالبنك المدرسي، يعني انت بتدقق لك 5%. طب هيتقلق قليل، هقول له حضرتك نرجع فلاش باك ورا صناديق الاستثمار. تمام. في صناديق الاستثمار لو رجعنا شويه بالهيستوري ورا، في 2017 كان عندنا معدل تضخم 32.9% وكان في شهادات 20%، يعني انت كنت بتاخد بتخسر يعني زمان ماينس. كنت بتخسر في فلوسك لما حتى بتحطها بالعائد، عشان كانت الاجراءات اللي بتحصل في الاصلاح الاقتصادي. والحمد لله احنا ابتدينا ننخفض بمعدلات التضخم، احنا قفلنا 21 تحديدا بنتكلم في معدل تضخم حوالي 4.5%. تمام. طيب. انا يعني حضرتك طبعا بتفك اشتباكات دلوقتي. تمام. صناديق الاستثمار وبسرعه كده، انا ما عنديش معلومه عنها. طب يعني انا ينفع اروح معايا 50,000، خليني اقول رقم كبير معقول، يعني 50,000 واقول للبنك انا عايز ادخر في صندوق استثمار بدون خبره سابقه؟ انا مش عارف. بدون خبره سابقه خالص. صندوق الاستثمار هو عباره عن بول، عباره عن كده محفظه بيتم تجميع الاموال فيها من خلال البنك، وبيبتدي يتعامل مع شركه متخصصه في الاستثمار في البورصه. تقوم واخده البول دوت وتبتدي تشتغل بيه هي في البورصه بخبرتها، هي بخبرتها الكبيره، بشرط انها تحدد او تتعامل في معدلات عائد مقبوله. وعندنا حاجه دايما بس نوضح كده بس للناس، حاجه اسمها ستوب لوس بوينت. يعني ايه؟ انا لو ابتديت ستوب لوس بوينت يعني انا الخساره بتاعتي او المخاطر بتاعتي المدروسه عند النقطه دي، لو لقيت ان انا بقل عنها ستوب وبيع. بتحقق عائد تقريبا قد ايه؟ كام معدلات العائد اللي بتحققت في، بتكلم في نهايه 21 احنا كان عندنا معدلات العائد اللي موجوده في السوق بنتكلم في حدود 11% ده في البنوك. انما صناديق الاستثمار وصلت ل 18 و20% بمختلف انواعها. انما طبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها او الازمه اللي استجدت، فكان لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي ابتدت تتجه بقى ان انا بتعامل مع ظرف استثنائي، مش هينفع امشي بالاجراءات التقليديه او بعد ما وصلنا بخطه الاصلاح الاقتصادي ان احنا ابتدينا نقف شويه على رجلينا وعدينا ازمه زي كورونا. فجت الازمه الحاليه كان ابتدت الاجراءات اللي تتخذ برضو استثنائيه، 18% علينا فايده عشان نبتدي نقلل شويه من معدلات التضخم، لان دي من الادوات بسعر الفايده عشان نوضح برضو اكتر، من الادوات اللي بتعتمد عليها لجنه السياسات النقديه في هنقول بقى المصطلح الشهير كبح جماح التضخم، نقلله شويه الى جانب نزل شهادات 18%، الى جانب برضو كان في اجراء اخر وهو حوكمه عمليات الاستيراد من خلال مستندات التحصيل. الى جانب بقى اخر حاجه بقى انا هقولها، اتفضلي، التصنيع، عايزين ناس تصنع. وده بقى ده كان واضح جدا من القرارات اللي اتخذت ان احنا كمان اتفتح في الاستيراد من من مستندات التحصيل مستلزمات الانتاج عشان نبوش اكتر في القطاع في الانتاج بقى. في الانتاج ده واحد. اثنين، في 450 مليار قدمت من القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص تحديدا عشان ايه؟ ابتدي قطاع زراعي، قطاع صناعي، انشاءات، مولات، انتاج داجيني، سمكي، كل القطاعات دي الضخ فيها اموال عشان تبتدي تشتغل، ومعدل عائد 8% فايده 8%. فتكلفه الاموال ما كانتش كبيره، او تكلفه التمويل ما كانتش كبيره. تكلفه الاقتراض يعني تكلفه التمويل احنا دلوقتي المبادرات شغاله 8% معدل الفايده على الاقتراض المعلن من البنك المركزي 12.25. يعني بص الفرق قد ايه. طب دوت مين اللي بيتحمله؟ الدوله والبنك المركزي. اللي عايزه تدعم ده
لا انا عايز اقول ان الفرق انت بتاخد قرض ب 8% واللي موجود في السوق 12 وربع بالظبط، فمعنى كده ان البنك بيخسر. لا هو مش قصه خساره، هي يعني قصه دعم للقطاعات الاقتصاديه. ده من الناحيه النقديه. اما من الناحيه الماليه كان في برضو مجموعه من الاجراءات اللي تم اتخاذها، منها طبعا في الضرائب، اعفاء الضرائب. لا انا عايز اسال بالظبط، انا عايز اسال استاذ مينا تحديدا كده، لو انا عايزه عندي راس مال متوسط عايزه افتح مصنع، السمعه دايما او الصوره الذهنيه انه ده صعب، ده مكلف، الاجراءات الماليه معقده، عندك راي تاني؟ طيب خليني في البدايه بس اشكر محافظ البنك المركزي ومعاونيه على الحكمه واللي هو بيتخذها في اتخاذ القرارات ورؤيته الاستباقيه في كل شيء. حضرتك دلوقتي لما سالت دكتور احمد في السؤال بتاعه، احنا دلوقتي نعمل ايه؟ في فوائد 18% وفي في 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 اكتر يعني من انا سؤالي تحديدا احنا ممكن احط الفلوس في البنك واكسب 18% من غير ما اتعب نفسي ولا اعمل مصنع وهقدر اكسب اكتر لو احنا قلنا كده للساده المشاهدين؟ احنا كده بنقول لهم اقفلوا المصانع كلها ويحطوا فلوسكم. لا طبعا ده مش هم بيقولوا كده البعض، بس احنا عايزين نقول مركب. الدوله عملت ايه؟ عملت جزئين. الجزء الاولاني لو انت انسانه موظفه او انسانه عاديه او انسانه ما عندكيش استثمار، فبتقول لك تعالى حط 18% واكسب ومكسب مضمون معانا ونلم السيوله زي ما دكتور احمد تفضل وقال. طب انت حضرتك صاحبه مصنع، صاحبه مشروع، هتعملي ايه؟ هتمشي العماله وتقفلي؟ طبعا لا يا فندم، الدوله وفرت لك حاجه قويه جدا، هي مش من دلوقتي كمان، من 2015 حاجه اسمها مبادرات البنك المركزي بفايده 5% للمشاريع الصغيره والمتوسطه. حلو. المبادرات دي، وده احنا كنا لسه بنقول لحضرتك، محافظ البنك المركزي كان ليه رؤيه من شهر واحد، مش من دلوقتي بدات دي. بدا ينزل المشاريع خاصة لبعض الأنشطة اللي احنا هنحتاجها. زي ايه؟ يعني مثلا واحد بنتكلم عن نشاط الملابس، ده النشاط حاليا دلوقتي بيتمول من البنك الأهلي بالتحديد ب 5% على 5 سنين، ليك إعفاء 6 شهور ما تدفعش ولا جنيه ولا فايدة، بدون ضامن، بدون جيش، بدون شهادة الجيش، بدون مؤهل، بدون رخصة، يا دوبك بس بطاقة ضريبية وتجري تجاري أبسط الأشياء. وان شاء الله يعني هي ده تسريع الاجراءات، ان شاء الله الاجراءات ومنخفض من الاجراء والمستندات المطلوبه. أيوة لمنح التمويل. يعني برضو معلش انا بعقب على حضرتك، حتى برضو احد البنوك المصريه بدون ذكر اسماء ابتدى يعمل حاجه اسمها كارد اكسبريس اونلاين، تخش تشتغل وتتمم اجراءاتك وبتاخد مبالغ بتصل الى 5 مليون. فالفكره كلها في اجراءات بتتم من الجانب او الشق النقدي اللي هو بيتم من خلال البنوك في عمليات التمويل، ومن غير ما تروح كمان البنك. كله اونلاين اونلاين، وانت انت بتروح على العقد بس اللي يبقى من على التليفون بتاع حضرتك، تقدر تقدم على الكارد وينزل لك المعاينه وينزل لك الاستعلام في ظرف 5 ايام عمل. ده الدوله بتعمله ليه؟ زي ما الدكتور ما قال، الفايده 18% والدوله هتديك ب 5%، فبتعمل ده كله علشان حضرتك تبدا تنتج، فالانتاج يبدا يحصل تشبع في السوق، بدل ما بنستوري وبالعمله الصعبه نبدا نلاقي الوظائف موجوده. حلوة. البطاله هتقل. حضرتك قلت قطاعات الملابس وايه كمان؟ لا يا فندم، احنا بنتكلم في الملابس، النسيج، البلاستيك وكل انواعه من اول التدوير، وده كان صعب يعني يتنوع، اللي هو التدوير والمخلفات، بدا المخلفات يعني. وارقام كبيره، يعني احنا الاول يعني قبل 2022 كنا بنتكلم في 200,000 جنيه وصلت لغايه 750، ولو حضرتك معاك رخصه توصل ل 5 مليون و 6 مليون، دكتور احمد عارف بالكلام ده، ومش في بنك اهلي بس، ده كل البنوك اللي تحت الاشراف البنك المركزي ان بتطبق المبادرات، لان الفكره كلها والهدف من المبادرات. وبرضه عايز اكد على نقطه، مبادرات المشروعات الصغيره والمتوسطه البنك المركزي الزم البنوك ان تكون محفظه البنك 25% منها مشروعات صغيره ومتوسطه. ده إجباري. مش كل يعني ده اجباري، وانت لو ما حققتش الغرض دوت يعني مش زي ما انا فاكر البنك هيدي قروض للكبار اصحاب المشاريع الكبيره. مش كله بالعكس. مش كله ده البنك المركزي قال له انت لازم تشتغل كنا 20، قال لك لا من نهايه 22 تبقى 25%. فالفكره كلها احنا بنعمل بوش للقطاعات كلها من خلال جزء التمويل. طب الجزء الثاني اللي احنا محتاجينه طبعا موضوع التراخيص والضرايب والحاجات الثانيه اللي بتحصل. فالفكره او الجزء اللي احنا بنتكلم عليه وهو المتعلق بالشق التمويلي، ده البنوك بتقوم بيه. ويعني مش عايز اقول لحضرتك حجم المحافظ اللي ابتدت تطلع للقطاع. لو بصينا مثلا احنا عندنا ودائع 6.5 تريليون، نسبه التمويل للودائع كام؟ وصلت ل 48%. يعني هنقول تقريبا نص الودائع بتاعه القطاع العائلي، اللي هو هنقول الناس اللي هي في القطاع العائلي اغلبها ودائعها في البنوك بتستثمر في مشروعات. وده كان ناتج طبعا لما حضرتك اوضحت للعماله، احنا وصل معدل البطاله
في نهايه في الربع الاخير الاخير اللي هو بنهايه 2021 لا 2022 الربع الاخير اللي هو في مارس 2022 7.2%. احنا ايام ازمه كورونا كنا 9%. حلو. فابتدينا نقلل. فالفكره كلها هو مش تمويله بس، لا ده انا تمويل مع مصانع مع عماله مع اجزاء كتير احنا بنشتغل عليها عشان نبتدي نبص، مش ان انا ببص المشروع بس، لا ده انا المواطن. ما هو كل ده في الاخر ينعكس على الاقتصاد، على المواطن. وكمان برضو في نقطه مهمه حابب برضو اشير ليها، احنا كان الهدف تاني عشان بس الناس بتقول الفايده زادت 2% فوق ال 18. لا صريحه كده انا بقولها دلوقتي، وده الكلام ده اعلن امس بالزبط. 18% هي زي ما هي. الناس التبس عليها الامر لما قلنا رفع سعر الفايده برضو. رفع سعر الفايده ده هنوضح برضو ببساطه شديده، احنا بنتكلم 12 بقينا 11 وربع و12 11 وربع الودايع و12 وربع للاقراض، ده في البنوك كلها ما عدا البنكين الكبار عندهم الفايده بتاعه الودايع 18% مقارنه بالبنوك الثانيه اللي هم 36 بنك الباقيين اللي هي 11 وربع بلس طبعا الهامش. فطبعا هو لما يحط الهامش هيبتدي يغطي ال 13% اللي هي معدل التضخم، فيحقق له على الاقل انه يحافظ على فيه. بس الفكره كلها في الازمه الحاليه دي، لان كان واضح جدا جدا من منشور او التعليمات اللي صدرت بخصوص الفايده، ما زال البنك المركزي يستهدف معدل تضخم 7% زائد ناقص 2. هترتفع معدلات التضخم هترتفع لغايه اخر 22 أوكي. بس بعد كده ترجع تنزل تاني، يعني الاسعار متوقع انها تزيد لحد اخر 22 اخر 22 وفي ظل الازمه اللي احنا فيها. طبعا ما هو ده ازمه عالميه، العالم كله بيتكلم عن ده، مش بس بيتكلم عن زياده حقيقة. الاسعار لكن بيتكلم عن نقص المنتجات وده الجزء الثاني. تاني انا بس عايز ارجع لحضرتك تكمل لنا فكره ايه رفع الفايده اللي هو مش زياده الادخار او شهادات الاستثمار. هو الفكره كلها احنا ليه رفعنا الفايده؟ رفعنا الفايده تاني عشان نحسس او ندي المودعين معدل فايده يلاقي متوافق مع اسعار التضخم الحاليه. طبعا الارتفاع ال 2% اللي حصل دوت كان ليه اسباب كتير، تمام؟ واحد احنا عندنا ازمه نقص، او هنقول مش هنقول نقص، هنقول ارتفاع اسعار المواد الطاقه والقمح تحديدا، الى جانب طبعا التغيرات المناخيه اللي اثرت بالسلب على تباطؤ او هنقول المحاصيل الزراعيه وعلى راسها طبعا القمح. فبالتالي احنا دلوقتي عايزين الهدف الرئيسي تاني بقى ببساطه شديده للجنه السياسات النقديه على المدى المتوسط الحفاظ على مستوى الاسعار وتخفيض او احتواء معدلات التضخم. فاحنا على الفتره دي احنا بنحاول نتعامل مع الموقف من خلال طبعا الاجراءات الاستباقيه اللي بتتم من البنك المركزي، يقلل شويه معدل التضخم عشان بعد كده نرجع للمعدلات اللي احنا كنا فيها اساسا. فبالتالي ال 2% ديت مالهاش علاقه ب 18% خالص، 18% موجوده لسه في السوق لانها ملائمه للمؤشرات الموجوده حاليا والاوضاع الاقتصاديه، لان انا ما ينفعش اطلع اكتر من كده في الوقت ده، وارد يبقى في تغيير بعدين، بس الاوضاع الحاليه في المتغيرات الداخليه جوه وتاثر على ثبات سعر الدولار. ده احنا ده موضوع تاني بقى احنا بنحافظ على اداء العمله بتاعتنا الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه وعلى رأسها الدولار. ليه؟ لان انا ببساطه شديده عشان برضو نقضي على هذه النقطه، احنا اول ما حصل اجتماع الفدرال الامريكي ابتدى كل الدولار هيوصل 20 وكلام كتير قوي كده، مش هنقول بقى يعني الكلام ده غير صحيح، لا هو اللي حصل ايه بعد ما خلصنا بس العيد ابتدى ينزل، نزل حوالي 20 قرش. طب يا جماعه لا، وكمان التحسن ما بين 18.51 لا ده بقى 18.21 في الشراء. فبالتالي هو قال كام؟ اقصى سعر علي بعد ما علينا الفايده 1% في 21 مارس وصل ل 18.51، ده نزل شويه بقى 18.21. فبالتالي ده يعكس ان الاجراء اللي كان متخذ من الاول والرفع اللي حصل كان مظبوط، كان احنا بنبص لقدام لان الازمه اساسا كلنا كنا متوقعين انها مدى قصير. بالزبط. انما بذكر البص لقدام بقى، اللي بيعمل مصنع ده الشخص اللي بيبص لقدام اكيد طبعا. مش الشخص اللي بيرمي فلوسه عند واحد يقول له هكسبك 50%. اكيد الرجال الصناعه في مصر الحقيقيين هم ناس عدت مصاعب وعدت ازمات اقتصاديه وعدت حاجات، وبالتاكيد القصه دي مغريه لناس كتير طبعا. زي ما حضرتك بتقول يا استاذ مينا كده، في قطاعات فيها دعم حقيقي في الاجراءات وفي التسهيلات وفي القروض. ايه اقل مبلغ ممكن حد يبتدي بيه مصنع او ياسس مشروع صغير؟ اي ازمه على مر العصور ليها شق سلبي ولها شق ايجابي، ما فيش حاجه سلبي مطلقه، والانسان الذكي اللي يقدر يستخدم الايجابيات في وسط العتمه. فالفتره دي فتره زي ما هي سلبيه في ارتفاع الاسعار وارتفاع المواد الخام،
هي فترة إلى حد ما إيجابية، وخصوصا البنوك المصرية فتحة دراعتها بكل الطرق تمول كل المشاريع. فلو احنا بنتكلم مشروع أقل مشروع، لو بنتكلم مشروع ورشة حدادة صغيرة تقدر تاخد تمويل دلوقتي. حلو قوي. أقل تمويل بنتكلم فيه 200,000 جنيه على 5 سنين. حلو قوي. يجيب معدات، يكبر الورشه، يجيب عمال يساعدوه، ياخد اكتر. يعني كل ما هو البنك مش بيديك الكارد وبيسيبك، كل 6 شهور بينزل الاخبار عملت ايه. انا بديك كارد مش عشان تسده، انا بديك كارد عشان طبعا تسده عشان تسدده عشان تكبر المشروع. بالظبط. في حاله ان انت بتكبر المشروع كل 6 شهور انا ممكن اقدر اديك. وكان في مرونه في البنك المركزي، ما حددش بنك. يعني انت لو انت واخده بنك النهارده سي ال 200,000 انا بقول لك عليهم، ممكن تروح البنك تاني تقدر تاخدي تاني، وممكن تروح لثالث ورابع وفقا للحد الائتماني. بس ده وفقا لل ثانيه واحده هقف بس مع حضرتك هنا. انا ما بق... كل العملاء بس عشان نوضح الصوره، اي عميل بيتعامل مع القطاع المصرفي بيبقى عامل له حاجه اسمها سجل ائتماني. بيبقى السجل الائتماني ده معروف وكلنا شايفينه في البنوك، ان احنا الفكره كلها انا مش هينفع اعدي العميل اكتر من المسموح به او الحد اللي انا اقدر اديه له. ليه؟ عشان ما يحصلش تعثر، لان انا ببص لايه؟ كاش فلو ان واوت. ولو واخد قرض قبل كده وما سددتوش، فبالتالي انا بتبلغ عنه العميل غير منتظم، وبالتالي ستوب معاه بقى. نبتدي نخش بقى في الاجراءات الثانيه. وبرده البنك المركزي في الموضوع معامله التعامل مع العملاء لما يتعثروا ابتدى يحط برده مجموعه من الضوابط والاجراءات عشان نخرج العملاء من عثرتهم عشان يرجع تاني. انا مش الهدف ان انا اقفله على فكره. انا الهدف ان انا اقف جنبك واساعدك، حتى لو هاجل لك شويه في الاستحقاقات، هاجل لك شويه، هنظبط شويه في المسددات بتاعتك، او نعمل ريسكادولينج، نعمل اعاده جدوله تاني. بس الفكره كلها انك ترجع تشتغل، عشان انا مش من مصلحتي ان انا اوقفك، انا عايز فلوسي. استكمال الكلام حضرتك يا دكتور، هو زي ما بنقول هو الهدف ان انا مش بديك كارد واكسب من وراه ده. اللي انا بديك كارد ب 5% وانا اصلا بدي الناس، يعني المفروض بدي الناس 18%. يعني في فرق كبير جدا ما بين ده وبين ده. الهدف الرئيسي اللي انت تشتغل وتوفر عماله وتبدا تنتج، وزائد تسدد القرض. بس رقم واحد الانتاج، فالانتاج ده هو مصدر الحياه. بالتاكيد احنا ده املنا الكبير، واملنا مش بس الكلام الجميل والمشجع اللي حضراتكم بتقولوه عن انه في طرق كتيره للاستثمار، لكن املنا كمان في جزء تاني احنا مسؤولين اننا نوعي بيه ونتكلم عنه، هو الوعي اصلا بفكره اني استثمر فلوسي مش اني احطها عند حد. انا هقف عند جمله بس لازم حضرتك تعلق لي عليها واستاذ مينا كمان. فكره انه لو انا بدي لحد في شبهه حاجه غير شرعيه، وانا بحلل لنفسي ده بفكره الثراء السريع، امتى حضرتك تنصح شخص معاه 100,000 جنيه تقول له ما تصدقش لو قال لك ايه؟ طيب هو اللي بيجي بيتكلم بيقول لحضرتك انا هديك فايده اعلى من البنك، هو استند على ايه اولا وهو بيقول له كده؟ دي اهم حاجه. طب حضرتك عارف مين اللي انت بتتعامل معاه؟ اغلب الناس ظاهره المسرح دي كلهم اتحبسوا. سمعنا عن الموضوع ده. طب حضرتك دلوقتي الوعي، احنا محتاجين تاني الوعي. احنا عندنا نسبه الشمول المالي، الناس اللي بتتعامل، هو بالمناسبه اتحبس عشان حرامي مش عشان هو خد فلوس من الناس. طبعا. هو اتحبس عشان هو اصلا حرامي. كان عليه قضايا يعني. ده بعيدا عن الشخص دوت، لا ده انا بتكلم على الظاهره عموما. الفكره كلها انت طبيعي تاني، مخاطر مدروسه، ادرس قبل ما تخش للراجل ده. انا مش بقول لك اعمل بقى دراسه جدوى وموضوع كبير، لا، حضرتك خبره او سابقه التعاملات بتاعه الراجل ده، فين مشروعاته اللي على ارض الواقع؟ ده انت محتاج تشوفه. ما لقيتش خلاص ما تتعاملش، ما تصدقش. واصلا هو غير شرعي اساسا. لان احنا في الوضع ده انت الراجل ده انت بتساعده على ان هو ايه؟ يضيع. هو غير شرعي وبيديني هياخد مني. لا معلش يا فندم، انت بتضيع جزء مهم كده. انا هنا هقف هنا في النقطه دي على حاجه قويه جدا. انت بتضيع جزء من الموارد او الحصيله الضريبيه اللي الدوله بتاخدها عشان تروح تعمل لك مشروعات طرق و و و والدعم اللي موجود في المبادرات الموجوده دي. فاحنا محتاجين الناس دي تبقى فاهمه الموضوع ده. مبادره حياه كريمه. ايه؟ هصرف عليها منين؟ الفلوس بره القطاع المصرفي. ما هو مشكله القطاع الغير رسمي، احنا عندنا شمول مالي بنتكلم 56.2%. احنا كنا مقارنها ب 33%، بس وصلنا ل 56، محتاجين نزود ده اكتر. وده اللي بيحصل فعلا من خلال حملات التوعيه، بيتفتح حسابات من غير فلوس، من غير مصاريف اداريه، من غير حد ادنى. فالفكره كلها لما هتزيد النسبه، لما تزيد نسبه الشمول المالي من خلال طبعا النقطه اللي هي التثقيف المالي، الناس تعرف اكتر والحملات وده بقى وعد تحصل. من حضرتك من حضراتكم انكم تكلمونا اكتر، تشرفونا اكتر، ونتكلم اكتر عن التثقيف المالي
واحده واحده كده وخطوه حاضر. خطوه. شكرا جزيلا استاذه مينا جمال الباحث الاقتصادي والخبير الضريبي نورتنا. شكرا جزيلا دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي عضو الهيئه الاستشاريه لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه، شكرا على التبسيط. انا شخصيا ما كنتش فاهمه 2% وقلت الدكتور احمد اشرحها لي على الهواء. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.